نتنياهو يعني امام الازمات التي تحدثنا عنها جميعا يريد ان يظهر بمظهر القائد المنتصر الذي يستطيع ان يحقق انجازات كبيره جدا. بكل اسف نتنياهو حتى هذه اللحظه مشهديه انتصاره مشهديه مجزوءه، لان ادوات النصر هو التي قام باعلانها. نتنياهو في بدايه العدوان او الاحتلال بشكل عام اعلن عن مجموعه من الاهداف، عندما لا يصل هذه لا يصلون الى هذه الاهداف هو بحقيقه الامر الا ما يصلوا الى الخساره لكنهم لم ينتصروا. نتنياهو يتعامل مع غزه على انه عدو نظامي، يتعامل مع قضيه غزه على انه في مواجهه عدو وانه جيش نظامي، لا يريد ان يقر بانه يتعامل مع حركه تحرر وطني، لأن حركة التحرر الوطني ثباتها على أرض الواقع هو انتصار بحقيقة الأمر. عندما تستطيع المقاومة الفلسطينية بكل أطيافها وفي مقدمتها كتاب القسام وغيرها الصمود في قطاع غزة، هذا انتصار لها في مواجهة آلة من القمع والقتل وواحد من أبرز وأقوى جيوش العالم. نتنياهو يستعرض، يريد أن يوهم جمهوره بأنه قادر على الوجود والصمود وأنه يستطيع أن يصمد، ولكن في المقابل هناك أيضا بكل تأكيد صورة مغايرة في زيارة أخرى قام بها إلى قطاع غزة بعد زيارة بعدة أيام. سربت الصحافة الإسرائيلية بأن هناك رفض من الجنود الإسرائيليين أن يتصوروا معه، بل بعضهم دعاه إلى أن يعني كأنه طرده من المعسكر. الحديث الآن يتحدث أن هذه الزيارة تمت بإحاطة أمنية شديدة جدا، لا نستبعد بأنه قد لاقى في هذه الزيارة إلى رفح كما لاقى في زيارته السابقة إلى بعض مناطق غلاف غزة، ولكن مآلات الأمور على الرغم من المجازة على الرغم من الدماء التي تذرف لن تكون كما يريد نتنياهو، لأن حركة التاريخ لا تتوقف عند هؤلاء القتلة بل ستستمر. وإن لف يعني وضع قدما على قدم في مكان ما وفي لحظة ما سيضطر أن يضع قدمه في السجن، لأن المتربصين به داخل الكيان الإسرائيلي أكبر بكثير من داعمه. طيب تعليقات سريعة، إذا ما بدأنا هذه التعليقات من محور المقاومة، هل هو تحالف إقليمي برأيك من أجل إسقاط كما يقول إسرائيل أم أنه تحالف نفعي في النهاية؟ نعم، ربما يعني ربما لدي أنا وجهة نظر سلبية قليلا. حتى هذه اللحظة لا أظن أن أداء المقاومة بين المزدوجين أو الجبهات المختلفة يرقى إلى الواقع. نحن عندنا مقطع ولكن لا يوجد وقت العرض، يعني لكن مقطع للطائرة المسيرة الحوثية التي سقطت، يعني شيء بسيط يعني. بكل تأكيد يعني نحن نتحدث الآن صح مؤثرات صح تؤثر تدب الرعب بنفوس هؤلاء، ولكن نحن الآن نتحدث عن مسيرة واحدة، لا نتحدث عن عشرات، لا نتحدث عن آلاف، لا نتحدث عن فتح جبهات. الآن 10 أشهر وحتى هذه اللحظة ما زالت الجبهة الشمالية على سبيل المثال أو جنوب لبنان إشغال معين لدولة الاحتلال الإسرائيلي. هو من أول لحظة خرج وقال أنا فقط سأشغل إسنان. صحيح صحيح، ولكن هل يستطيع أن يفتح حرب؟ نعم يستطيع. السؤال هل هذا كان هو المنتظر من قبل مثلا حماس؟ نعم، أنا أظن جزء من منظري حماس كانوا يراهنون على ذلك، وأبرزهم أظن الشيخ صالح العرور رحمه الله تعالى، وهو سبحان الله يعني قد ارتقى في قلب الضاحية الجنوبية وكانت رد الفعل أقل بكثير جدا من المأمول حتى على اغتيال الشيخ صالح رحمه الله تعالى. في المقابل اغتيال قادة ميدانيين في الحزب كان ردود الحزب أعلى من ذلك بكثير، أو عندما قال يعني كم اغتيال قادة في الثقل السياسي أقل بكثير من الشيخ صالح، ولكن كان ردود الفعل الحزب لا أعلى من ذلك بكثير. يعني هو فكرة تدافع مشاريع. أنا هناك نقطة دائما أريد أن أركز عليها، هناك في الجمهور الآن العام سردية معينة بأن هناك تحالف ما بين إسرائيل وما بين إيران وكذا، هذا كلام غير منطقي وينافي الواقع. لا، هناك عداوة، ولكن هناك عداوة بسقف معين. هذه العداوة حتى هذه اللحظة لم تتدحرج لتصل إلى حرب كبيرة جدا، بل ما يسمى قواعد الاشتباك ما زالت ناظمة لهذا الفعل إن صح التعبير بين الجهتين. نتنياهو حتى يريد الحرب الآن، ولكنه لا يريد أن يفتح الحرب وجبهة غزة مفتوحة، يريد لها موعدا آخر. إلى ذلك الحين نتحدث إن شاء الله. طيب سريعا، السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية بكل أسف الاجتماع الذي حدث مع أمريكا وإسرائيل. نعم، السلطة بكل أسف باجتماعها الأخير أصبحت شريكا فاعلا في إبادة قطاع غزة. كلمة واحدة، هي شريك الآن في الإجرام الذي يحدث في قطاع غزة. وبكل أسف كل رصاصة تطلق من قبل الاحتلال على مقاومة في الضفة الغربية تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية ذلك. طب حتى ليس لها منظور معين أو فكرة معينة عن الضفة نفسها؟
حتى هذه اللحظة تتابع التنسيق الأمني لخدمة الاحتلال الإسرائيلي. كثير من المقاومين يقتلون بدسائس من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية. طيب. إن فقط السلطة قامت بوقف التنسيق الأمني حقيقة ليس كلاما، مشهد الضفة سيختلف تماما. ولكن بكل أسف حتى لن يحدث بكل أسف. هناك ارتباط عضوي ما بين السلطة الفلسطينية ومصالحها كرموز وما بين الاحتلال الإسرائيلي. أختم معك الوسطاء. الوسطاء الذين تحولوا أو رضوا بأن يكونوا وسطاء، وهذه الفكرة كونها غريبة ومستغربة، وبل تحول كما يقول البعض من غزة يقول أن الوسطاء تحولوا إلى وسطاء لطيفين ودودين مع الجانب الإسرائيلي ولكنهم أشداء مع الجانب الفلسطيني. فكرة الوساطة العربي كيف تقرأها؟ يعني السلوك الوسيط حتى هذه اللحظة هو سلوك ربما يكون القطر إلى حد ما أفضل على 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 عدة أصعدة، خاصة بأنه إلى جانب معين هو يحتضن قادة المقاومة، قادة حماس. هذا يعطيه ربما مساحة عمل بعيدا عن ما يقال تحت الأضواء، يتحدثون هناك من ضغوطات وما غير ذلك، ولكن على الأقل في المقابل الجانب المصري، وهذا كان الكارثة. يعني آخر خبر تحدث عنه بعض المصادر بأن هناك جدار جديد بتمويل أمريكي سيتم بناؤه ويحمل أجهزة، يعني لم يكتفي الجانب المصري بالتخلي عن محور فيلادلفيا أو التخلي عن معبر رفح والتخلي عن كل الأدوات ونقاط القوة التي يمتلكها، بل يرتضي الآن أن يكون جزءا من معاهدة مراقبة المقاومة الفلسطينية في خطط قادمة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي. أنا أظن هذه هنا علامة استفهام الكبيرة. قطر إلى حد ما نتيجة دورها وعلاقاتها الإقليمية مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت تلعب دور معين مع قطاع غزة من خلال الرواتب، دفع المالي وغير ذلك، ولديها جانب إيجابي من خلال الإعمار وأمور أخرى. ولكن الجانب المصري، وهذا تتحدث عنه بعض المصادر، بأن كثير من الضغوطات التي تمارس على المقاومة الفلسطينية يقوم بها الجانب المصري. حتى هذه اللحظة الوساطة لم تثمر يعني حقيقة الأمر وساطة، بقدر ما هي تكون يعني لينة الأكتاف، لينة الجانب من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وكأنها وساطة ما بين جهتين واحد عدو. يعني انقلبت الآية، العدو الحقيقي أصبح هو الصديق والاحتلال الإسرائيلي، والصديق الذي يجب أن يكون ظهيرا استراتيجيا لمصر أو حتى لأي دولة عربية اللي هو المقاومة الفلسطينية أصبحت هي العدو. وبكل أسف ما يتم الحديث عنه عبريا بأن الاحتلال هو الذي أصر على مصر. طبعا نحن نتحدث مصر كنظام وليس كشعب، شعب المصري شعب عظيم ومحب لفلسطين. بكل أسف أداء النظام المصري كارثي، وهذه هذا التخبط في الأداء لن يكون مآلاته فقط على الجانب الفلسطيني بقدر أوضح على الجانب المصري، لأنه تاريخيا غزة عنصر وقوة وأمان لمصر، وكل أسف النظام استخلى عنها وكانت جزء من الإدارة المصرية. رغم أننا يعني ألغينا كل الفقرات للاستمرار في هذه الفقرة، ولكن انتهى الوقت. يعني ربما حديث ممتع وربما ومهم ويجب أن يتم تكراره مرة أخرى. دكتور علي إبراهيم الباحث في مؤسسة القدس الدولية، أشكرك بشدة على تواجدك معي في هذه الحلقة، أشكرك على كل هذه الإفادات. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول إليكم في حلقة جديدة في المنتصف، نناقش كل ما هو جديد على الساحة العربية والإسلامية. أنا عمرو مركي، أحييكم، دمتم في أمان الله.